العب يا مدير وينط يا باشا النطه دي. العب يا مدير على النطه حميميدو. الاخبار شباب، معكم محمد جمال من قناه العميدو، حلقه جديده في جي تي اي 5. في البدايه لو انت جديد بس اشترك لايك واشترك في القناه، بس صلى على الحبيب حسن سلام، صلى على الحبيب قلبك يطيب. حلقه النهارده ان شاء الله قررت اعدل احدى الموتوسيكلات اللي موجوده هنا في جي تي اي 5، والموتوسيكل ده بالذات يا جماعه من افخم واجمد الموتوسيكلات اللي ممكن تشوفها لحد الان وحاليا في اللعبه. ليه؟ لان من ضمن خصائص الموتوسيكلات ان هو بينط وبيجري وبيعمل حركات وشقلبازات والكلام ده كله. وات از ذس مان او رشاش، والله العظيم مش متذكر بالظبط. المهم الموتوسيكل ده جامد جدا جدا. طب عشان نجيب الموتوسيكل ده فلازم نهجم على عصابه راكبين الدراجات وناخد منهم الموتوسيكل ده غصب عن اللي جابوهم، وناخده بقى نعدله بقى عند المعلم بيني ونروق عليه والكلام ده كله. المهم لو انت جديد اول مره تشوفنا ما تنساش بقى اللايك وتشترك في القناه، وما تنساش يا جماعه صلى على الحبيب حسن سلام، صلى على الحبيب قلبك طيب. ونصيحه مهمه جدا جدا جدا، خلي دايما بدايه يومك بذكر الله وبنهايه يومك برده بذكر الله، وحاول بقدر الامكان ان انت اول ما تصحى من النوم تقرا سوره الواقعه، وقبل ما تنام تقرا سوره الملك. سوره الواقعه كفيله ان هي ترزقك من واسع، وسوره الملك دي لما انت مثلا لو نمت مثلا ولا قدر الله يعني ما صحيتش تاني، يعني معنى صح ربنا كرمك وموت يعني على طول يا باشا تدخل الجنه وكده امورك تمام و100 100. وما تنساش طبعا تقول اذكار الصباح والمساء حتى لو ذكر واحد منهم، لان ده بيحميك بقيه اليوم هو واليوم اللي بعده. وحاول برضو ان انت تصلي بقى الفروض والنوافل، زي مثلا قيام الليل، زي مثلا ركعتين شكر لله، زي مثلا ركعتين الشفع والوتر. الكلام ده كله يا جماعه بيخلي ربنا يقرب لك ويحبك اكتر واكتر. فنصيحه لو انت نفسك في الكلام ده حاول تصلي، وفي نفس الوقت خلي بالك برضو ربنا لما يحبك بيحقق لك كل اللي انت عايزه. ولازم تكون عارف برضو، عشان بصراحه بلاحظ ان في ناس كتير قوي خاصه مننا هنا المسلمين متعلقين بالدنيا. انت ليه متعلق بالدنيا؟ مثلا تلاقي واحد مثلا بتمنظر بيحب مثلا يكون عنده احسن عربيه، يشوف صاحبه مثلا ابوه جايب عربيه وصاحبه بيسوق وهو ما بيسوقش يقعد يبص له، واحد مثلا معاه عجله يبص لواحد معاه موتوسيكل، واحد معاه موتوسيكل يبص لواحد ما اعرفش. المهم انت بتبقى مش مرتاح، فعشان ترتاح في الدنيا دي ما تفكرش في الكلام ده كله. وكذلك برضو نفس الكلام برضو في الموبايلات والكمبيوترات والبيت والكلام ده كله، خليك مركز في الحاجه اللي معاك. بص الحاجه معاك، مثلا انت شايل موبايل، بص على الاقل منك مش هتلاقي شايل موبايل، هتلاقي شايل موبايل اقل منك. بص على الاقل منه هتلاقيه ما عندوش اصلا موبايل. عندك بيت مثلا نوعا ما يعني مش حلو ومش وحش، بص على الاقل منك هتلاقي بيتك احسن منه بكتير. عندك النت بتاعك بيخلص بسرعه، واهلك فين وفين لما بيشحنوه، او انت فين وفين لما تبدا تجمع فلوس عشان تشحنه، بص اصلا اللي ما عندوش نت اساسا. بص برضو ان انت برضو راجل متعلم عندك تعليم، ما فيش غيرك عنده. فكل الكلام ده كله. واخواتي يا جماعه اللي في الدبلومات، عشان برضو بلاحظ ان اخواتي اللي في الدبلومات برضو بيحسوا نفسهم ان هم برضو يعني فئه بسيطه جدا في المجتمع. انا عايز اقول لك ان انا جدي ابو امي الله يرحمه وابو ابويا الله يرحمهم، هما الاثنين كان واحد مهندس زراعي والتاني كان شغال في تمريض والكلام ده كله، وكلهم كانوا مخلصين دبلومات. بس انا جدي كان مخلص دبلوم زراعه وكان مهندس زراعي. طب ليه كده؟ لانه شد حيله واجتهد وبتاع وما اعرفش ايه والكلام ده كله. وعايز اقول لك على حاجه، ان اصلا دبلومات بيجي لها احسن كليات. يعني لك انت تخيل تكون انت مثلا داخل دبلوم اللي هو قسم الكهرباء اي كان، بصراحه ما بفهمش قوي في البتاع دي. المهم انت اصلا لو جبت مجموع كويس في الدبلوم هتدخل كليه هندسه قسم الكهرباء. لك انت تخيل شو انت التخصص بتاعك وانت في دبلوم، فما تحبطش يا معلم، خد ثالثه دبلوم دي بالنسبه لك كانها ثانويه عامه او ثانويه زهريه، وابذل فيها قصارى جهدك وحاول تجيب فيها اعلى درجات. انا بصراحه ما اعرفش نظام الدبلوم ماشي ازاي، كل الثلاث سنين بيحسبوها لك ولا هي اخر سنه بس بالظبط زي الثانويه؟ بصراحه ما اعرفش. المهم انت حاول تشد حيلك. واخواتي بقى اللي هم اللي اتخرجوا واللي لسه بيدور على شغل وبتاع والكلام ده كله، ده طبيعي، الدنيا هتلطش معاك يمين شمال فوق تحت بتاع، بس في الاخر برده ربنا هيكرمك بشغلانه. بس انا عايزك ان انت تجرب في الحاجات اللي انت بتفهم فيها، ما تجربش حاجه بره مجالك والله عشان بتجيب فلوس يبقى امشي فيها. لا، انت ماشي امشي فيها وكل حاجه، بس حاول بقدر الامكان ان انت ايه الحاجه اللي انت بتحبها تعملها. ليه بقى؟ عشان ما تجيش قدام تزهق، فاهم انت؟ يعني مثلا واحد من الناس، انا بحب بصراحه مجال التصوير والفيديوهات والمونتاج والكلام ده كله، كنت برضو ماشي بجنب الشغلانه او الهوايه اللي انا كنت بحب اعملها وهي صيانه الموبايلات، بس بصراحه ما كنتش بحبها قد التصوير والمونتاج وكده، ومع ذلك برضو كنت ماشي فيها وكنت شغال فيها، وفي نفس الوقت برضو مهتم بمجال يوتيوب لحد ما الحمد لله ربنا كرمني منه. فاللهم لك الحمد والشكر دايما. انت شوف انت الحاجه اللي حاببها واعملها حتى لو هي مثلا مش هتجيب لك عائد دلوقتي. بس دي كانت نصيحه كده صغيره جدا، هي مش صغيره، عم انت بقالك 5 دقايق بتتكلم يعني. فوالله يا جماعه عشان صراحه بلاحظ برضو انه في ناس كتير بتطلع تتكلم عن الحياه والصعوبات والكلام ده كله، ما هو لان اغلب الناس اصلا بتمشي في حاجه مش حباها. فانت دايما لا، خلي دايما انت عندك حاجه انت حاببها وحابب تعملها، دايما لازم تخليها شيء اساسي معاك. الولا نستر كلمني قال لي يا باشا الموتوسيكل هيتولك في مكان تاني مش عند ركبيت درجات او يعني، فلو انت عاوز تروح فاداني اهو الستارت بوينت بتاعتها. فدلوقتي بقى خلينا نروح نشوف هذه الدنيا هترسى على ايه. انا بصراحه اكتر حاجه متحمس لها الموتوسيكل ده يا جماعه، خاصه وضع اطلاق النار اللي فيه ده. والد انا يا جماعه متحمس اصلا ادخل القاعده العسكريه وفرت كل الدبابات والطيارات الموجوده هناك علشان اشوف انا الموضوع فيه ايه بالظبط يا اسطى، الكلام على ايه بالظبط يعني. فربنا يسهل ان شاء الله. العربيه دي يا جماعه من اقدم العربيات الموجوده في جي تي اي 5، وصوتها جامد يا جماعه. اسمع كده صوتها،
الصوت بتاعها خطير بشكل مش طبيعي. وبالمناسبه جوه العباد جايبها اصلا من الشارع قبل ما ابدا تصوير على طول. قلت لا يا باشا خليها اجيبها اجربها كده، خليها بس تشوف هل هناك رجاله هتيجي معايا ولا. اصل هو دايما لما بيبعتني هنا يا اما مثلا بكون مخطط ان انا ابدا من هنا او يبقى معايا رجاله. فخلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله. لا مش معايا رجاله. اوه هندخل على طول قاعده عسكريه كده بدون سلامات ولا كلام. وات از ذس مان يشور اباوت ذات. هتلاقي عايزنا كده المسدس السريع بتاعنا. ايوه المسدس ده عشق يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا ريس؟ بس اضرب فرامل يا اسطى. اهم شيء بقى تلبس الدبابه. ها هلا والله. ازيك يا ريس اخبارك ايه؟ كله تمام يا سلام. عدي من جنبه عادي يعني. هو في حاجه يا اسطى؟ لا يا باشا ما عندناش اي مانع يعني. انت معدي من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يا اسطى انت اللي جاي في وشي يا اسطى. انت راجل ما عندكش دم. بما ان الحمد لله لسه الجيش ما اكتشفنيش، فانا بصراحه يا جماعه لقيت العربيه دي واقفه. في حد فيكم طلب ان انا اعدلها؟ واسمع صوتها، العربيه صوتها جامد يا جماعه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. والله بفكر اعدلها سيبني من الموتوسيكل. لا 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 يا عم الحاج لازم اعدل الموتوسيكل الحربي الجامد اخر 50 مليار حاجه ده اللي الواد اسمه ايه بعته لنا. بسم الله ما شاء الله. شوف يا باشا الدخل عامل ازاي. المفروض بقى يا جماعه في طياره. ايوه وراها الموتوسيكلات. ايوه هي دي. نبدا نفجر الطياره. حط بعزك كده. ايه ده في ناس. ثانيه واحده بس يا رجاله، ثانيه واحده. شوف يا جماعه الجنود واقفين. العب يا مدير. يا نهار ابيض. يا لهوي يا جدعان. اوب 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 اوب. فين يا اسطى طيب الموتوسيكل؟ يا لهوي يا جماعه ده اتلموا عليا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده في زب؟ هو فين يا اسطى الموتوسيكل الحربي يا اسطى اللي انا عايزه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مضطر يا جماعه والله اخده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص شوف سرعه الفيسبا دي. يا نهار ابيض. ثواني بس. يلا عايز اطلع من هنا. يلا اطلع من فين يا رجاله؟ يما ده في دبابه بتضرب يا جماعه بس ما اعرفهاش فين. يا نهار ابيض. فين الدبابه دي؟ ممكن قفلت من هنا. طب يا رجاله والله بس انا معايا موتوسيكل هنا طلع حزين وضعيف. والله يا باشا انا كنت جاي هنا عشان موتوسيكل محترم يا اسطى. يا عم روح بقى، يا عم روح بقى. اتقل يما. يا نهار ابيض يا جماعه. يا نهار ابيض. يا ليلة الليل. كان الموتوسيكل ولع واتعدل تاني ولا مش فاهم حاجة. بس قشطة ماشي ماشي مكمل. يا جماعة ده طالع طلوع الروح ده ولا ايه؟ والله يا جماعة كان الموتوسيكل انفجر وبعدين مش فاهم ايه بالظبط يعني. وننزل شايفين يا جماعة الموتوسيكل يعتبر مولع نوعا ما. لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب قفلت منهم. اروح فين دول؟ المشكلة في اسمها حزينة يا اخي مش هتعرف دي. لازم احاول استغل قوة الدفع بتاعتها ان احنا نحاول ندخل وسط الجبال. يا لهوي يا جماعة الموتوسيكل والسنين البيضة. والله يا جماعة كان الموتوسيكل انفجر. امشوا بقى يا جدعان. يا نهار ابيض يا جماعة ده في طيارة جاية. دوس يا باشا دوس. ان شاء الله هيجيبك ان شاء الله هيجيبك. لا حول ولا قوتي الا بالله. شوف يا جماعه جاي ورايا. يا رب بس الرادار بتاعها ما يطولنيش. لا يا اسطى ما تخليش الرادار يطولني. لا يا اسطى ارجوك. الحمد لله الحمد لله. اهم حاجه الرادار ما يطولنيش. بس انا بصراحه يا جماعه مستغرب يعني ازاي هو قال انا كنت عايز موتوسيكل حربي يا اسطى. ايه اللي انت جايبه لي فيسبا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بتهيألي كده يا جماعه حققت حلم حد فيكم ان هو قال يا عم ميدو احنا عايزك تعدل الفيسبا. الفيسبا دي قاعده دي بقى مش فيسبا يا جماعه، ده اسمه سكوتر. لان السكوتر بيبقى ابطا من الفيسبا بكتير. هو شبهه وكده بالظبط، ولكن الفيسبا بيبقى فيها قطع غيار وبتاع واستبن ودنيا. ايوه ايوه. شوف يا جماعه ازاي فلت منهم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم ما عارف ازاي انا فلت منهم لحد دلوقتي. اوه راحوا من عليا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله. والله يا جماعه غير متوقع. والفيسبا صغير زي دي. طب الفيسبا دي هتعمل ايه؟ المشكله الفيسبا بطيئه. بص يعني هي بص تحسها ملبوسه كده بتوصل 100 وترجع تاني. هلا والله بالشباب كيفكم عاملين ايه؟ ممكن اطلع من هنا؟ ايوه طلعت 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 الحمد لله يا اخي. حتى شوف الداخليه بتاعتها ما فيش نهايه. يا دوب عدد صغير قد كده وخلاص. بس العباده يا جماعه تلاقيها مثلا بتمشي الحقنه مثلا بتمشيها حوالي مثلا كيلو 2 كيلو دي ممكن. لا اصلا فاكره قبل كده كان الموتوسيكل بتاعي لما عطل مره كان ما فيهوش بنزين نهائي، في فلتر كده صغير احنا بنقول عليه كوبايه. الكوبايه دي مشيته حوالي 2 كيلو او حاجه زي كده. المهم دلوقتي خلينا بقى نعدل العربيه دي. ندي لها كده اللايت بتاعها محترم ونغير اللوحه اللي ورا والريسبلاي بتاعها. ندي لها لون ايه؟ والله ما اعرف يا جماعه ندي لها لون ايه. الفيسبا دي اصلا فيسبا انا ما اعرفش والله العظيم انت عايزها لون ايه بالظبط يعني. عموما خلينا ندي لها لون اسود. لا لون اسود يا عم ميدو مش هيبقى كويس. طب بقول لك على حاجه، خلينا ندي لها كده لون من الوان الملوك اللي هي اللي زي دي كده. بص شوف يا باشا اللمعه عامله ازاي. هربت لك انت تخيل فيسبا. لا حول ولا قوه الا بالله. اقول لك على حاجه حلوه، خلينا اعمل حاجه ندي لها كلها لون كروم. ايه رايك؟ ايوه بس كده يا باشا خليها تلمع كده يبقى لمعه حلوه. نقل غيرات على الحاجه ونحط لها تربو. وبالنسبه للكاوتشات بتاعتها لازم برضو نعزلها كاوتشات. اوه كمان ما اقدرش غير كاوتشات. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. عموما كده اقدر اقول لك ان احنا عدينا الفيسبا بشكل كامل. واحد يقول لي ايه يا عم ميدو يعني انت عديت الفيسبا؟ مش فاهم يعني. ما اللي انت ما تعرفوش بقى ان الفيسبا الصغيره دي محطوط عليها ماتور 8 سلندر. واحد يقول لي ايه حضرتك ماتور 8 سلندر ده؟ طبعا انت سامع صوتها. اسمع كده صوتها، صوتها تحسه صح؟ دلوقتي انت كنت سامع صوتها زي الصفارة صح؟ اسمع 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 كده. لك انت تخيل واحد يقول لي ايوه ازاي يعني يا عم ميدو؟ نعم انها جي تي اي 5 مع العم ميدو مفيش حاجه مستحيل. دلوقتي بقى انتوا عارفين سرعه الموتوسيكل ده كان كبيره 100 وفي الاونلاين كنت هتلاقي مثلا كبيره حوالي 20 30 70 كده يعني. دلوقتي بقى حاله اللحظه اللي هنجرب فيه الموتوسيكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق يا مدير. بص يا اسطى لك انت تخيل ده وضع عادي كده. بس انا بصراحه الموتوسيكل ده بالنسبه لوضع السبورت هيبقى هو الوضع العادي لاي عربيه. فدلوقتي بقى خلينا نفعل وضع السبورت ونشوف بقى. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. الله اكبر 400 يا اسطى. يا نهار شوف بفورمال ازاي يا جماعه.
من قوة الماتور لازم يفرمل طبعا، ما انت مش شايف اصلا البتاع اللي هو واقف عليها عامله ازاي، لا حول ولا قوه الا بالله. بركب عليها ماتور 8 سلندر بتاع عربيه سباق في البتاع الصغير ده اللي هو اصلا عقليا مش نافع اساسا، ولكن تبص على السرعه، بص يا باشا 400 لك انت تتخيل، ده الطبيعي يعني، خلي بالك ده كده موتوسيكل بطيء جدا يعني، بس احنا طبعا مفعلين وضع السبورت. فزي ما انتم شايفين 500 بسم الله ما شاء الله، ونط يا باشا النطه دي، العب يا مدير على النطه، شوف يا باشا النطه عامله ازاي، هو ده المطلوب اثباته. نط بقى كده يا باشا، يا سلام عليك يا عم ميدو على نطتك الجامده، روح يا معلم، روح يا مدير. طب يا اسطى مفيش قفزه هنا ثانيه بتهلي؟ اوه شفت يا باشا النط ازاي من اصغر طوبه، شفت يا باشا هو عامل حصان عامل ازاي، لك انت تخيل النمر بتاعته صغيره ازاي، يا نهار ابيض يا جماعه الضحك يا جدعان. بص يا باشا شوف لازق في الارض ازاي من كتر السرعه، تحس الشكمان بتاعه رايل على الارض خلاص، وبسم الله. الله ايه الخبطه دي، وات از ذس مان، لك انت تخيل موتوسيكل بالحجم الصغير ده وبدون منافله، سبحان الله، لا تخرج قبل ان تكتب سبحان الله. شوف يا باشا الاختراق، شوف حتى الاختراق بتاعه في السوق، انا اول مره يا جماعه اشوف عش فراخ هنا، وات از ذس، اول مره في حياتي اشوف المزرعه دي يا جماعه، تخيلوا يا نهار ابيض، الحق في بار بيجري يا اسطى، بسم الله. شوف يا باشا القفزات عامله ازاي، شوف يا باشا الاحتراف، يا هو سكوتر بس على قده بس بيجري برضه، خلي بالك بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه يعني. بص يا مدير، شوف يا باشا النط عامل، اوه لا دي لقطه احترافيه يا جماعه، واحد ياخدها ويحطها على تيك توك، يلا اعمل لي منشن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب، يا نهار ابيض يا جماعه ايه اللقطه دي. طب السؤال بقى هنا، وانا ازاي اطلع من هنا بقى، انا اقول لك يا باشا نطلع ازاي، 3 2 1 جو. بص احسن على قد بس طلع، وات از ذس مان، يا نهار ابيض، بص بص شوف النطه العجيبه اللي هتحصل دلوقتي، بص اصلا النط كله عجيب، بص بص شوف راسه لزقت ازاي في الارض، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. والله يا جماعه في 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 حوارات هنا بتحصل غريبه وعجيبه. يلا بسم الله بسم الله بسم الله، ايوه يا باشا نط يا مدير، يلا يا باشا نط، يا سلام سكوتر يا عم، شوف السكوتر بيعمل ايه، لك انت تخيل سكوتر صغير بيعمل الحركات دي كلها. انا عايز اقولك بقى سيبك من الدراج ريس والكلام الفاضي ده، صراحه انا حابب ان انا السكوتر ده اقعد انط بيه النهارده بس. وبص كده لازم نحاول نبتكر كده بين النطاط، بص يا مدير يلا هبد، لك انت تخيل سكوتر، خلي بالك يا جماعه السكوتر ما بنطش زي الموتوسيكلات العاديه، لان هو يعتبر رازق في الارض، هو الفيسبا يعني، فبصراحه انا منبهر اصلا بيه وقاعد ينط. لا والله ما شاء الله عليك يا اسطى، ده انت محترم والله العظيم، بسم الله ما شاء الله عليك، تشكر يا زلمه. وبص يا باشا على النطاط، بص بس اشوف القفزه الحره يا سلام عليك يا عم ميدو على قفزه قفزاتك الاحترافيه. بص يا مدير شفت الركنه عامله ازاي يا باشا، اكتر واحد بيعرف يركن انا، وبسم الله الرحمن الرحيم. خلي بقى انطلق كام اكتر، انت بتصطاد ايه يا اسطى، الواد قاعد يصطاد ايه يا جدعان، الميه خلصانه من الجي تي اي كلها وصاحبك قاعد يصطاد، شوف شوف النط عامل ازاي، يا نهار ابيض، لا بسم الله ما شاء الله يا عم الحاج، ده احنا معانا هنا نطيطه يا باشا شغال، الله ينور، بسم الله اللهم صل على النبي عليك، الله اكبر عليك. شوف يا باشا حدينا البر الثاني وما تبلناش، ايه رايك بقى، يا نهار ابيض، افتح لكم السور يا اولاد، تعالوا يا اولاد افتح لكم السور، اكثر فيكم ثواب، زمان صاحب المزرعه ما عادش فيها دلوقتي، عليك اللعنه ايها الاخرك الاحمر الاحمر، وات از ذس مان، وبسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب، بسم الله العب. والله يا جماعه كنا هنفجر دلوقتي بسبب بتاعه الغاز دي، قال احنا دخلنا على المشايه بتاعه الراجل والارض بتاعته بوظناها له، يلا يلا عادي مفيش اي مشاكل، شوف شوف والله يا جماعه بنط كده من تلقاء نفسه، حاسب يا اسطى البقره يا اسطى، لا حول ولا قوه الا بالله، شاط البقره ابن اللذين، ينفع كده يا اسطى تشوط البقره يا اسطى، طب نط بقى نطه كده احترق. شوف يا باشا القفزات عامله ازاي، اتفرج انت بس واملى عينيك بالنط الجامد، اخر 50 مليار حاجه ده، لا اله الا الله. شوف يا معلم، شوف يا باشا النط عامله ازاي، بص يا مدير شفت انت، لك انت هو عادي بس ممكن تنط على ظهر الراجل عادي، مفيش اي مشاكل بتنط برضو، يعني مثلا احنا نزلنا على دماغه كده المفروض هي تنط عادي. بص دلوقتي شايفين الواد ده بيجري بسرعه وشايف نفسه ازاي، ممكن اشبك معاه، اوه ده سبقته ده، انا كنت عايز اشد والله يا جماعه، عايز اشوف كده هل ال 8 سلندر اللي انا حاططها جوه هنا تقدر تشد البتاع دي، اوف بدا يدخن يا جماعه تقريبا، لان الماتور مزنوق زنقه وحشه، فبالتالي بقى الحراره عليت عليه فبدا يدخن. شوف يا باشا النط عامل ازاي يا باشا، بص نط من اللي قلبك يحبه، بص يا مدير شوف شوف انا بنزل على دماغه، اه لازم احنا بقى بننزل، لازم ننزل على دماغ الراجل علشان بس الموتوسيكل بتاعنا ما يتضرش. بص يا نهار ابيض يا جماعه الضحك، والله تخيل نفسك وانت بتنط نطه تنزل على دماغك تلاقي الموتوسيكل لف بيك في الهواء تاني، انت هتحب الموضوع والله، لكن انت تخيل الموتوسيكل مدخن ولسه بيمشي بالقوه بتاعته دي، بس يا عالم توالى يعني يا رب قتلنا له مراته، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف يا باشا وضع الزحف عامل ازاي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه الجنان والجمدان. بقول لك ايه، تقدر تسحب الطياره دي يا اسطى، خلينا نشوف كده يقدر يسحبها، مستحيل. بص يا جماعه شوف شوف بنط ازاي، مش قادر يا اسطى الراجل. طب يلا كده من بعيد شويه نشوف، لا والله مستحيل اصلا الطياره ثابته مكانها ما تتحركش من الايه. بص بص شوف اقصى سرعه، بص 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 400 طبعا يا جماعه، شكله هو كده يجيب 520 حاجه زي كده، ولكن الصراحه ما يهمنيش على قد ما يهمني ان انا اقدر اطير دلوقتي براحتي. وتخيل الفيسبا، شوف الفيسبا يا اخي بتعمل ايه يا اخي، انا عايزك بس تركز شوف الفيسبا بس بتعمل ايه، بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم صل على النبي، الله اكبر عليك يا فيسبا، بسم الله ما شاء الله، يا سلام. هو يا جماعه الفيسبا متهالي مولعه ولا دي حاجه غلط ولا في، مش فاهم برضو، بس انا حاسس الفيسبا ولعت متهالي، اه الفيسبا ولعت، ايه لهوي يا نهار ابيض الفيسبا ولعت، لا اله الا الله. هات لايك.